مساء التفاؤل، مساء السعادة، مساء الخير، مساء الجمال عليكم في بيت الجمال. النهاردة حلقة جديدة من حلقات برنامج بيت الجمال. دايما بنقول الأنثى مش مجرد شكل، مش مجرد مظهر، مش مجرد جمال. الأنثى روح وقلب ووطن، الأنثى حياة. ولا انتوا رأيكم ايه؟ النهاردة حلقتنا هتكون مميزة جدا مع ضيف مميز جدا جدا، هو المكير والميك اب ارتست الشاطر جدا 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 سفيان. سفيان ازيك يا هبه؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ نورتني. الله يخليك، ده بنورك. مبسوطه جدا ان انت معايا النهارده. وانا اكتر والله، انت عارفه. وحابه النهارده تكون حلقه حلوه جدا يا رب. نعرف بيها الناس بسفيان اللي انا عارفه كويس جدا، هو حد متميز وحد شاطر. ربنا يخليك يا رب. وحد موهوب، وده مهم طبعا. يعني الناس هي شايفه ان انا موهوب، بس ها ادينا بنحاول. طيب في البدايه كده انا عايزك تعرف الجمهور وكل المشاهدين مين هو سفيان. هو سفيان ميك اب ارتست، ليه طموح، ليه حاجات نفسه يحققها بس لسه ما حققهاش لحد دلوقتي. بس الواحد بيحاول يقدر يشتغل على نفسه اكتر عشان يعرف يثبت نفسه اكتر، لان المجال بتاع البيوتي بقى فيه ظهر ناس كتير جدا. فاحنا بنحاول نغطي على الفكر بتاع الميك اب ارتست بشكل حديث، ان في ناس بتاخد كورسات مثلا وتثبت على كده ان هي ما فيش ابديت فيهم خالص يعني. فالواحد بيحاول اللي هو يطور من نفسه اكتر، بيحاول اللي هو يلاقي حاجه يثبت نفسه يكون مختلفه عن اي حد تاني. تمام. سفيان انت اسمك الحقيقي مش سفيان. ليه كده تقليب المواجع؟ ممكن بقى تقول لنا ايه القصه دي؟ بصي، زي ما قلت لك ان كل واحد بيبقى حابب يكون متميز. ف انا لما جيت اشتغلت في الميديا طبعا من فتره كبيره جدا، فلما الناس شافت شغلي بمعنى الاصح في شويه من التميز عن بقيه زمايلي في الميك اب ارتست في الميديا، ففي ناس كتير بيبقى يعني مش هقول اسم الحقيقي طبعا يعني عشان ما يقدرش يدوروا عليا، عندي مصايب. فانا قلت لازم الاقي حاجه مميزه شويه، فقلت لا خلاص، انا هم معترفين ان شغلي هم شايفينه كويس، يبقى انا لازم اختار اسم بحيث ان مفيش حد يبقى شبهه في الميديا، لان لازم تكوني مميزه في شغلك ومميزه في اسمك عشان لما يتذكر شغلك يتذكر اسمك. الميك اب ده بتاع فلان، ان ما ينفعش الميك اب ده بتاع فلان. طب مين فلان؟ طب في واحد كذا حد بيبقى بنفس الاسم، لا احنا عايزين اسم واحد هو اللي يكون مميز. فاخترت اسم سفيان، ان انا عملت يعني مفيش حد في الميديا اسمه سفيان، فقلت لا سفيان اللي هو اسمه يكون ايه، يشد الانتباه مع الشغل طبعا، يعني مش مجرد كلام. يعني الفكره دي كانت فكرتك انت؟ لا، هي كانت فكره مذيعه حبيبه قلبي الاستاذه بسمه وهبه. هي فكرت معايا. استاذه بسمه طبعا. طبعا اكيد. الاعلاميه جميله جدا. طبعا لما جينا اشتغلنا مع بعض فهي فكرت معايا، قالت لي انت شاطر جدا. هي من اول الناس اللي اعترفت فعلا بشغلي اللي هو شاطر. طبعا مش هنسى خالص جمالها عليا الصراحه كتير. فقالت لي تعالى نختار لك اسم عشان ما ينفعش انت تكون مثلا جنبي بتعمل ميك اب واسمك يكون اسمك اسم عادي، لازم يكون الاسم يكون فيه شهره شويه. فاخترنا اسم سفيان. تمام. سفيان انت لاعب كونغ فو صح؟ عايزه ايه؟ ايه بقى؟ ايه ايه ايه, إيه اللي ودك من الكونغ فو للميك اب؟ هو الموضوع ملوش علاقه، هو الموضوع موضوع حب للحاجه اللي انت عايزه تعمليها فاعمليها، يا واتيفر هي، واتيفر يعني هي كانت ايه. تمام. بس عارف اللي هو لا، في فرق. في فرق كبير. أيوة. دي حقيقه. ازاي دخلت يعني عارف اللي هو دايما الرياضيين بيبقى لهم ستايل معين. ستايل معين غير غير اللي احنا بنشتغله خالص، ده غير ده. ايوه انا يعني انا كميك اب ارتست وفي المجال، فانا لا انا ميولي مش رياضيه خالص. فانت ازاي كنت رياضي وفجاه حولت للميك اب؟ لا هو انا رياضي من وانا عندي 11 سنه. طيب يعني انا في المنتخب، منتخب مصر الوشو كونغ فو، اللعبه اللي بلعبها اسمها وشو، هي جزء يتجزا من الكونغ فو، بس هي اللعبه دي في الصين بقى لها حوالي 4000 سنه. فانا بلعب اللعبه دي من وانا عندي 11 سنه يعني. يعني صحيت على المنتخب بتاعي وكده. موضوع بقى الميك اب هو ده موضوع بقى جه بالصدفه، يعني حبيته اكتر فدخلت فيه. يعني عرفت اوفق ما بين الرياضه ولحد الان ما زلت في لعبتي الحمد لله، وما بين شغل عرفت اوفق ما بين ده. طبعا يعني هما بيقولوا صاحب بالين كذاب، بس معايا انا فيش الكلام ده يعني. طب يعني انت لما دخلت مجال الميك اب دخلته كمهنه
ولا انت حبيته بالظبط؟ لا انا حبيته، وما كانش حتى الكونغ فو زمان، يعني انا مثلا عندي الفلكسبيليتي بتاعتي، المرونه بتاعتي عاليه جدا، فانا قلت ليه ان انا ما اطورش الموضوع ده، فدخلت ولا كان عامل في حسابي ان انا اروح اطلع منتخب، ولا كان في حسابي ان انا اطلع بطوله عالم، ولا ابقى بطل عالم اساسا، ولا الكلام ده. يا جماعه احنا مش معانا ميك اب ارتست بس، احنا معانا بطل عالم في الكونغ فو. فما كانش الكلام ده، حتى موضوع الميك اب ما كانش في حلمي خالص ان انا اشتغل فيه اصلا، ما كانش في دماغي ان انا اخش فيه في الميديا، سبحان ما كانش الله. اللي هو بصي انا يعني مؤمن بحاجه، ان انا محطوط في مركب، المركب دي طالما انا حبيتها مش ههتم الموجه هتوديني فين، هتوديني يمين هتوديني شمال، انا في المركب واللي يسلي بيه ربنا انا راضي بيه طبعا. ونعم بالله ونعم بالله. طيب سفيان ملك السموكي، طبعا عايز انت ايه؟ عارف ان انا اصلا الاسم ده انا اللي اطلقته عليك. طيب ايه بقى، ليه اشمعنى السموكي؟ انا من محبين السموكي لسبب ان انا حاسس ان السموكي حاجه صعبه، عملت تمام. قفله كده في حياتي زمان كده، موقف كده كانت مقابله ما بيني وما بين، انت بتحب التحدي جدا. جدا. ما هو انا في لعبتي اساسا عشان بطل عالم، فانا بقى اصلا في منافسين معايا، فانا علشان خاطر اللي قدامي، ما هو اللي بحط له ميك اب ده هو اللي يكسبني ويغلبني ويقول لي لا مش ازاي هينفع بقى؟ تشتغل، يا اما اللي انا اكسبه واجبره اللي انا اشتغل معاه. تقصد برأيه؟ طبعا لا رايي انا ولا رايك انت، فهو الموضوع موضوع عن التحدي، كومبيتيشن بمعنى اصح. لا ثواني، يعني انت بتبقى بتتحدى نفسك وانت بتشتغل ميك اب، اللي هو انا طبعا لازم اللي انا اشتغلت له ده يقول لي برافو، ويقول لي برافو ويجيبني تاني، انت فاهمه؟ مش اللي هو ايه حلو ما اشوفش وشك انا تاني. اعتقد دي رساله طبعا حقيقي لكل الميك اب ارتست وكل الناس اللي بتعمل حاجه فيها فن. طبعا اكيد مهم جدا ان انا ابقى حاطط في دماغي ان انا داخل فعلا وانا بعمل الحاجه دي ابقى اعملها بحب وبراحه نفسيه وكل حاجه، بس في نفس الوقت انا ابقى واخد الموضوع اللي هو فعلا كومبيتيشن، فيه تحدي، فيه منافسه، ان انا لازم الشخص ده انا افهم دماغه كويس جدا قبل ما اشتغل عشان اقدر اوصل ان انا بعد ما اخلص اعمل الموضوع. ملوش علاقه بماديات او اي حاجه، هي الفكره ان المجالات اللي احنا بنشتغل فيها بالذات او المجالات الفنيه بتبقى محتاجه اللي هو انا يعني الميك اب ارتست او اللي بيعمل حاجه فنيه بيبقى بالنسبه له بس نظره الرضا اللي بعد الشغل، فكره واو، دي فكره اول نظره بعد اللوك، دي اللي بتفرق جدا معانا. دي حقيقه. ففكره السموكي، فانا حاسس ان السموكي هو صعب، في حد ممكن يقدر يعمل سموكي وفي حد تاني يقدر يعمل سموكي، بس في حد يقدر يعمل سموكي انت ترتاحي للشكل بتاعه، وفي حد اكنه واخد بونيه في وشه. حصل اكنه واخد اكنه اللي هو ايه تعمل كده. لا ايوه انا عايز بالظبط، اللي حد اللي يشوف السموكي تدريج اللون ذات نفسه، اللي هو مش يعمل كده، لا بالعكس اللي هو ينبهر. الخطفه اللي هي اول خطفه لما حد بيشوف ميك اب، هو ده نجاحك. لما حد صح، مش فلوس التغذيه خالص، صح. بالعكس لما الاتنشن، لما حد بيشوف الميك اب بتاعك ويعمل دي، بص بالدنيا صدقيني لما الميك اب ايوه، ارتست بيشوفها يكون هو عارف تقييمه صح. وفي فرق بين مين دي اللي بنسمعها ومين بالظبط دي اللي بخضه، في مين بالظبط دي ايه ده انا دي، بالظبط ومين دي اللي هو ايه ده انت اللي عملتي انا ايه. لا انت منديل ومسحي. صح بالظبط صح كده. طيب السوشيال ميديا وحوارات بقى السوشيال ميديا وايه جماعة الانجري. السوشيال ميديا وحواراتها، عايزة تعرفي فيها ايه؟ الو، معانا الاستاذ عزة. الو، معانا تليفون عزة. استاذ عزة مجاهد. عزوز. هي فين؟ الو الو، جبت تليفونها منين؟ عرفتها من فين؟ اتصال قطع وهتكلمنا تاني. خسارة. طيب نكمل كلامنا عن السوشيال ميديا ماشي، على ما نحاول نرجع مع الأستاذ عزة. اتفضل. موضوع السوشيال ميديا، حابة تعرفي ايه عن السوشيال ميديا؟ إيه، انت اوريدي من الناس المؤثرين وظاهرين في السوشيال ميديا، طب انت دخلتها ازاي ودخلتها عن قصد؟ يعني انت كنت داخل وعايز تنتشر عليها ولا الموضوع جه لا معاك هو ازاي؟ الموضوع جه صدفة، زي ما انت عارفة طبعا عني ان انا اصلا شغال في الميديا بقالي حوالي 10 سنين، وانا فكرت اقف قدام كاميرا، احنا ناس شغالين ورا الكاميرا، يعني ما كانش اهتمامي اصلا ان انا اقف قدام كاميرا. في وقت الحظر، الايام بتاعت الحظر يعني وكده، طلعت لايف على جروب ما،
والناس حبت يعني حبت طريقه الكلام اللي انا كنت بتكلم عادي، اللي هو كان اي حد اللي هو عاوز معلومه كنت بقولها له. انا مقتنع بحاجه ان المهنه دي مش هناخدها معانا يعني في المربيه بالظبط، لا طبعا بالعكس، مفيش اي مفيش مشكله خالص انا اقول لحد معلومه، ومفيش مشكله ان اقول حد سري. هو السر يعني هو مش اكسير الحياه الناس اللي بتبخل بالمعلومات، صدقوني والله العظيم هو مش اكسير حياه نهائي يعني. دي حقيقة. فحتى لو انا قلته لك استحاله انت تعرفي تعمليه زيي بالظبط. كل واحد جواه فنان هو مختص بيه، ده بيختلف عن ده. فطبعا ظهور السوشيال ميديا، الميك اب ارتست ورا الكاميرا غير قدام الكاميرا. قدام الكاميرا انت شايله مسؤوليه كبيره جدا، الكلمه اللي تطلعي تقوليها هتتحاسبي عليها 1000000%، ومش هتعرفي ان دي ناجحه من مين غير من الانجري. أيوة. جماعه الانجري اللي جماعه الانجري دول يا جماعه الناس اللي بتطلع تشتم يعني، وهم ايه عايشين على الشتيمه بس مش اكتر يعني. فطبعا وقوفك قدام الكاميرا واللي انت تقولي معلومه. على فكره يا سفيان انا عايزه اقول لك حاجه، المهاجمه طبعا في حد ذاتها اصلا قمه النجاح، بس يفهموا قبل ما يهاجموا. انا نفسي الناس تفهم ان المفروض اللي انتوا تفهموا المحتوى اللي الشخص بيطلع يقوله، وانتوا ليكوا حريه التعبير. لو المحتوى ده يسيء اشتم. عزه معانا رجعت، استاذ عزه. الو استاذ عزه ازيك؟ ازيك انت؟ ازيك يا قلبي، منوراني يا روحي، ربنا يخليك. سعيده جدا والله بمكالمتك. انت وسفيان والله ايه رب. ربنا يا نهار اسود عزوز حبيب قلبي، انت عرفتي منين انا هنا؟ ايه يا شوف ايه المفاجاه الحلوه دي يا زوزو، وحشاني جدا جدا جدا. وانت كمان يا حبيبي. يا جماعه عايز اقول لكم بس ان سفيان من الماكرات الشاطره جدا اللي انا اتعاملت معاهم. الله يخليك. وبجد يا سفيان انت مختلف ومتميز، ودايما كنا بنعمل لوكات حلوه، كل لوك مختلف عن اللي قبله. فيا رب دايما ناجح ومتالق يا رب يا سفيان. علشان انا بحبك وبتسيبيني اشتغل. بتسيبيني اعرف اعمل السموكي. انت بقى لسه دلوقتي سائلين عن موضوع السموكي، فقلت انا بموت في الاستاذه عزه مجاهد عشان خاطر هي فعلا بتسيبني اعمل اللي انا عاوزه في موضوع السموكي. اول ما تقول يلا يا سفيان اقول لها يلا على طول على السموكي على طول. انت بتحب كده؟ اه طبعا. انت شاطر يا سفيان، ومن الماكيورات الشاطره اللي انا اتعاملت معاهم بجد ده حقيقه. ربنا يخليك. مع ان الاستاذه عزه مجاهد على فكره اتعملت، مع انك يا استاذه عزه اتعاملتي مع اكبر الماكينين اللي هم اكبر مني واقدم مني اصلا يعني، بس اختيارك ليا ده بجد شهاده تقدير ليا بجد حقيقي. ربنا يخليك يا سفيان، وانت تستحقها وانت شاطر. ربنا يخليك ويا رب دايما ناجح ومتقدم ان شاء الله، ومنورين الشاشه طبعا. ربنا يخليك. ربنا يخليكي. تسلمي يا استاذه عزه، نورتيني حبيبتي. يلا انا هسيبكم عشان خاطر تكملوا، وانا هتابعكم بقى. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي لنا يا رب. باي باي يا زيزو. جميلة جدا، جميلة جدا، شخصية لذيذة جدا بجد. جدا. أكيد طبعا أنت اتعاملت مع شخصيات تانية برضو، فنانات تانيين غير أستاذة عز. مين بقى؟ وإيه بقى مواقف الطريفة اللي حصلت لك معاهم؟ طبعا في كتير، أشهرهم طبعا يعني هم كلهم متقسمين عندي، بس القريبين من قلبي فعلا استاذ عزه مجاهد، وحبيبه قلبي اللي تعتبر مامتي وصديقتي وكل ما املك في الحياه الاستاذه بدريه طلبه. فبصراحه يعني هي اكتر حد وقف جنبي في حياتي. في فتره انا في الميديا وقعت فيها، ناس وقعوني يعني، انت عارفه البني ادم بيبقى ناجح شويه يعني الناس شايفاه ناجح، فهم بيحاولوا يوقعوه باي طريقه يعني. اكيد. فهي بصراحه اول حد الصراحه يعني ما سابنيش، وقفت جنبي لحد ما الصراحه يعني وقفت على رجلي تاني في الميديا وكملت، انا ما كنتش هكمل اصلا يعني. فطبعا في ناس تانيه كتير، بس هم اكترهم الاستاذه بدريه طلبه وعزه مجاهد، وطبعا الاستاذه بسمه وهبه. تحية كبيرة للأستاذة بدرية وللإعلامية بسمة وهبة. الله يخليكي. سفيان هرجع تاني للميك اب. انت اتكلمنا ان انت بتحب السموكي، طب في لوكات تانية انت بتحبها وبتحب تعملها وبتحب تشتغل؟ انا بحب الهادي برضو، بس انا بشوف فني انا اكتر فين اللي بيمثل شخصيتي في القوة هو السموكي. مثلا انا مثلا حبيت اعمل ده في برنامج شيخ الحارة. لما طبعا شفت البرنامج هارد توك شو، برنامج مثلا مش مباشر على طول، انا والاستاذه بسمه في المباشر عملنا كذا برنامج مباشر اسمه هتكلم وهنا القاهره، فاللوكات كانت عاديه. فلما قلنا ان احنا هنعمل برنامج قوي، فقلنا لازم الشخصيه تكون قد الشكل يعني، مش هينفع اعمل ميك اب سوفت
والمذيعه قاعده شكلها هادي، الضيف اللي قدامها مش يعني ايه مش هيخاف منها، لا احنا عايزين الضيف يكون قاعد خايف ان هو هيتهاجم، انت فاهمه قصدي؟ فلازم الشكل ليه عامل طبعا رئيسي. طبعا ده سايكولوجي بيعود طبعا على مين؟ على الميك اب ارتست، هو بيفكر الفكره بتاعته البرنامج بيقام على ايه. لو مباشر الميك اب بيبقى عادي، لو اللي هو ميك اب قوي برنامج قوي لازم يكون الشكل جريء مع المذيع مع اللبس مع الميك اب، ده طبعا تفكير ما بينه وما بين طبعا الكروب بتاع البرنامج كله يعني. فانا حبيت ان انا يعني من وجهه نظري انا الشخصيه القويه هي في السموكي مش في الميك اب الهادي خالص، ان الميك اب الهادي هو عباره عن هو لون واحد بيتحط مش اكتر بس خلاص. لكن تعالي بقى ايه لقصه السموكي. السموكي طبعا في رسمات كتير للسموكي، اسود بني احمر اخضر اي حاجه، بس بالظبط التكنيك بتاعه الفن بتاعه في البليند، لو عرفت انت تطلعي البليند بتاعه صح انت هتعملي حاجه هايله جدا. تمام. طيب وبالنسبه للفانتازي ميك اب انا عارفه ان انت ليك تجارب فيه وتجارب حلوه جدا وناجحه جدا. ليا مقاسي فيها. طب ايه بقى كان يعني سبب ان انت عملته؟ مجرد تقليد يعني؟ لا. انت شفت ناس بتعمله فانا حبيت اعمل برضه انا النوع ده من الميك اب بس مش بتحبه ولا؟ لا هو الفانتازيا ممكن معلومه للميك اب ارتست ما يعرفهاش كتير، ان هو اعلى من الميك اب بتاعنا العادي. اكيد ان ده فن تاني لوحده خالص وبيعتمد على البليند اكتر. اللي انت هو ايه، في ناس بيقولوا ان هم شخبطه على الوش، لكن هو مش شخبطه على الوش، هو اكتر من فن، اكتر من فن ان انا اقدر اعمل بورتريه على وشي اقدر ابهر اللي قدامي يعبر بالظبط. طبعا اللي يبص طبعا عليه يشوف فكره يشوف وتيفر انت هتعملي ايه في وشك، ان كان جروح ان كان ميك اب ان كان الوان، بس الالوان هل متناسقه؟ هل هتعرفي تدرجي اللون؟ سفيان احنا لازم نطلع نعمل لوك عشان مش هينفع ان احنا نتكلم كده وخلاص عشان الناس لازم تشوف، لازم تشوفوا بجد شغل سفيان وهو قد ايه حد بروفيشنال جدا جدا. ربنا يخليكي يا رب. لان بجد ما ينفعش سفيان الكلام معاه يبقى كده، سفيان شغله كله عملي. والله يعني انا من النوعيه اللي ما بعرفش اتكلم كتير، بعرف اللي انا بحب ان انا اشتغل اكتر، اظهر فني واسلوبي وشخصيتي في الشغل اكتر يعني. طيب مين بقى الشخصيه اللي اثرت في سفيان كميك اب ارتست؟ من ناحيه من انهي الشغل مجالك؟ مجال الميك اب. مجال الميك اب اللي خلاني اكمل الاستاذه بدريه طلبه، اللي خلاني اتشجع اكتر ان انا اشتغل على نفسي اكتر، بس ما هم اتنين مش واحد بس. طب مين اكتر حد اتعلمت منه بقى كميك اب، او مين تابعته او الكورس الماستر بتاعتك او اللي خلاني اللي واخد الكارير منه؟ هو طبعا الاستاذ سمير خزامي. تمام. يعني يعني نجم الميك اب مع احترامي لكل البروفيشنال ميك اب ارتست في الوطن العربي، انا ما بعترفش غير بسامر. اي ميك اب ارتست يخش يشوف الشغل اكيد هيقارن ما بين ده او دون، فهو الاستاذ سامر خزامي يعتبر يعني ماي هيرو بالمعنى الاصح يعني، بدرجه ان في ناس من كتر ما انا بحبه بقت التكنيك بتاعي بقى شبهه. انا مش عاوز كده يعني، انا بحاول على قدر الامكان، انا ما اقدرش اسمي نفسي بروفيشنال ميك اب ارتست غير لما اطلع اللاين بتاع الميك اب بتاعنا لوحدي بالظبط، اللي انا ما اكونش شبه حد. في بعض الناس من هنا في مصر بيقولوا لي انت سامر خزامي رقم اتنين، فانا ما بحبش كده، انا بحب ان انا يتقال سفيان مش سامر خزامي. مش عايز اسمي يرتبط ولا بفنان ولا بميك اب ارتست تاني انا شبهه يعني. هو سفيان، هو سفيان مش اكتر. فاكتر حد انا متمسك بيه هو سامر، وفي اتنين برازيليين بصراحه يعني انا واخد التكنيك بتاع الثلاثه حطيتهم في الخلاط ميكس أيوة. وبحاول انا اجدد من نفسي اطلع ابتكر حاجه عشان اقدر اسمي نفسي بروفيشنال ميك اب. عايزه اتكلم على حاجه قد كده بس قبل يعني قبل ما اسالك على سؤال برضو عايزه اقوله. خير قولي يا هبه قولي. لا ما تقلقش. الكورسات مالها؟ الفكره دي برضو انت يعني فكره ان انت تعلم حد دي حاجه مش سهله. مش سهل ابدا، ويعني الواحد بيشوف مهازل خالص صدقيني. فانت انا شايفه ان انت من الناس اللي هو مجرد بس حد بيسالك على معلومه هو بيستفاد جدا، فما بالك بقى في الكورس؟ ما بالك انا عايزك تقول لي كده جمله عن الكورس. انت ايه يعني ليه اديت كورسات عامه يعني؟ طيب انا اديت كورسات بسبب المساوئ اللي بشوفها الناس اللي بتبعت لي شغلها عندي على الصفحه. انا طبعا زي ما قلت لك انا عمري ما طلعت السوشيال ميديا خالص غير من فتره قريبه، انا شغال بقالي 10 سنين يعني، ما فكرتش اصلا ان انا ادي كورسات ولا اي حاجه ولا في دماغي اساسا، لان انا عشان ادي كورس لازم يكون عندي الخبره الكافيه اللي انا اديها في الكورس. مش معنى ان انا كورس ميك اب اللي انا بدي ميك اب، انت بتدي كورس في الاخلاق وكورس ازاي تبقي تقفي تعملي ميك اب صح
وقفتك، شخصيتك، ازاي تردي، الاتيكيت بتاعك، بروتوكول ميك اب ارتست يشمل كله. فالناس طبعا اللي ابتدت تتابعني على الصفحه فبيبعتوا لي شغلهم، ايه رايك في شغلي وكده عشان اقيمهم. تمام. طبعا في حاجات كتير اخطاء من ناحيه الميك اب، بشوف ميك اب اللي هو لا لسه فيه، بقول له انت بنتي خدتي كورس؟ اه. قد ايه؟ حوالي 5 6 كورسات. طب انت جاياني ليه؟ عشان ما استفدتش حاجه. طب ليه ما استفدتش حاجه؟ بسبب الاسلوب اللي الميك اب ارتست التانيين اللي واخدين فكره عن المهنه ان هي تجاره بالمعنى الاصح، وطالعين يدوا كورسات باي حاجه من غير ما يفقهوا اي حاجه في الميك اب، ويزنوا بيها ناس تانيه، ويزنوا بيها الكلاينت والعرايس، ويقعدوا يدوا عليهم حاجات كتير يعني. فانا فكرت فكرتي، انا لما بدي كورس انا ما بديش كورس مثلا يومين ورا بعض او 5 ايام ورا بعض، انا بدي كورس شهر بحاله، شهر كامل، بيبقى مرتين في الاسبوع، يعني لعدد ساعات حوالي قولي 7 ساعات في اليوم، لان دي الطريقه الوحيده اللي تقدري تعلمي بيها اللي قدامك. ما ينفعش خبره حد، وقت مش قليل خالص، مش قليل طبعاً. اللي هو في الثمان في الثمان سيشن اللي انا بديهم لك دول، انت بتاخدي مرتين في الاسبوع بس، لازم يعني اديك المعلومه انت لازم تراجعي عليها، وكل مره انا بسالك في اللي فات وتعمليه لحد اخر يوم، انت بتطلعي من تحت ايدي بروفيشنال. طبعا. يعني دي الطريقه الوحيده اللي اقدر اوصلك بيها، وبوصلها لازم اوصلك مبسطه. يعني ما هو مش فلوس اللي انا باخدها وخلاص. طبعا انا طبعا بجد. وانا اللي طالبه من الناس ان هم ما يظلموش الناس ويراعوا ضميرهم شويه. يعني. بجد تحيه ليك والله، بجد على ضميرك، لان اصلا حقيقي فعلا ما فيش حد بيعمل كده. يعني راعوا ضميركم في الناس، يعني مش مجرد بيزنس اخبط لي مثلا الناس حبايبي قلبي الميك اب ارتست المجاورين، يعني مش مجرد 7 ايام اروح الم لي 20,000 ولا 30,000 بمجرد ان انا عايز اعمل بيزنس وخلاص. صح، برافو. انتوا كده بتظلموا عرايس، بتظلموا كلاينت اللي هي تطلع تدعي على الفلوس اللي هي صدقيني خدته عليكم، ده كده حرام. صح. يعني حللوا اللقمه اللي انتوا بتاخدوها بالمعنى الاصح. صح. او حللوا الفلوس اللي انتوا بتاخدوها. صح. حلمك ايه يا سفيان؟ حلمي اعيش كويس مش اكتر. يعني بعد نفسك في حته معينه اكيد نفسك تشوف نفسك فيها، ليفل معين نفسك توصل له، ولا انت حاسبها ازاي؟ والله حاسبها ان انا عايز اعيش كويس، عايز اعيش مرتاح بدون مشاكل، بدون ما حد يضايقني خالص، اعمل الحاجه اللي انا بحبها، وان كان خير ليا اكمل فيها، وان كان الشر ليا بتمنى ربنا يبعد عني. في عندك مثلا يعني في مجال مثلا تاني غير الميك اب برضه شدك، ولا انت اوريدي خلاص هو مجال الميك اب ده؟ لا غير الكونغ فو. لا هو البروفيشنال هو بيكون بروفيشنال في حاجه واحده بس. تمام. يعني مثلا ما يكونش مثلا كوافير مع ماكير مع باديكير مع مانيكير، ولا هو البروفيشنال بيبقى بروفيشنال في حاجه واحده. انا بعرف اعمل شعر، بس انا مش هينفع ان انا اتجه لسكه الشعر، لان سكه الشعر دي سفيان قصه ثانيه. للاسف وقتنا خلص اصلا. سفيان بشكرك جدا جدا جدا، كان نفسي والله الحلقه تكون اطول من كده، بتبسط جدا بالكلام معاك، وعارف ان انا بستفاد منك كتير، ومبسوطه جدا انك كنت معايا النهارده. ربنا يخليك يا رب. وبشكرك واكيد هتكون موجود معايا كل خير يا هبه، لان انت شاطره ومجتهده. ربنا يخليك يا سفيان. الله يخليك. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين بشكركم، وسعيده جدا ان كنت معاكم، واتمنى اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم، وعلى وعد ان شاء الله بحلقه جديده وضيف جديد في بيت الجمال.